السلام عليكم، انا مصطفى عاطف. في الفيديو ده او في سلسله الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتكون تحت مسمى اعمل جمله صح، ودي سلسله جرام هيكون كده هاشتاج اعمل جمله صح، والسلسله دي كلها هتبقى برعايه الكتاب ده اسمه برضو اعمل جمله صح. والكتاب ده كتاب مجمع لك فيه كل دروس الجرامر اللي انت محتاجها عشان تتكلم انجلش صح زي الاجانب بالظبط ومن غير اي تعقيد. والكتاب ده مشروح باللغه العاميه المصريه، مش موجود بقى اللي هو عندما ياتي مش عارف، لا الكتاب ده مشروح بنفس اللغه اللي انت بتتعامل بيها في يومك، فبالتالي هتقدر تفهمه كله بسهوله جدا ان شاء الله. وهحاول اشرح لكم كل الدروس المهمه اللي انت محتاج تعرفها في الجرامر بنفس اسلوب الكتاب ده. تقدر برضو تاخد النسخه بتاعتك انك تسيب لنا كومنت وهنرد عليك ان شاء الله بكل التفاصيل. بص يا سيدي، صل على النبي. الاول اول حاجه عندي هي المضارع البسيط. في ناس كتير جدا عندها بعبع الجرامر، فتعال نشوف كده المضارع البسيط ده بيتكلم عن ايه سريعا كده. المضارع البسيط ده دايما في المدارس يقول لك ايه، هو التصريف الاول للفعل باضافه اس او اس واي اس. ايه ده؟ لا 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 لا، سيبك من الكلام ده كله خالص. المضارع البسيط ده هو الزمن بيعبر عن حاجه بتحصل عموما. يعني ايه؟ يعني انا بلعب كوره عموما، هي بتاكل السمكه عموما، هو بيعرف يسوق عموما. بص، مالكش دعوه بعادات وحقائق والكلام ده كله، الكلام ده ما بياكلش عيش، بقالك 16 سنه بتسمعه وبرده بتغلط في المضارع البسيط. بص، قبل ما تبدا في المضارع البسيط لازم تبقى عارف ان الفعل نفسه ليه اشكال كتير جدا. يعني مثلا بلاي ده ليه كذا شكل. البلاي ده ممكن تبقى بلاينج، ممكن تبقى بلايز، ممكن تبقى بلايد، ممكن يبقى هاف بلايد، هاز بلايد، ممكن يبقى ليها اشكال كتير جدا. ولازم تبقى عارف ان كل شكل من الاشكال دي بيعبر عن حاجه معينه. فلو انت عايز تعبر عن حاجه بتحصل عموما فانت عاوز شكلين بس، شكل اسمه بلاي وشكل تاني اسمه بلايز، شكل اسمه ايت وشكل تاني اسمه ايتس، شكل اسمه سليب وشكل تاني اسمه سليبس. يعني من الاخر، يا اما شكل من غير اي اضافه يا اما شكل فيه اس. طيب يا مستر، انهي شكل اللي بيكون فيه اضافه وانهي شكل اللي ما فيهوش اضافه؟ يعني ايه الشكل اللي هيخليني اخد بلاي واللي هيخليني اخد بلايز؟ هنا بتحددك حاجه اسمها الضمائر، برناون. طب ايه هي الضمائر؟ بالراحه بقى، الضمائر هم حاجه من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي، يا اما اي يا اما وي يا اما يو يا اما ذي، ودول مجموعه بيحبوا بعض وهيبقوا دايما طول عمرهم مع بعض في سلسله الجرامر دي. ومجموعه ثانيه اسمها هي او شي او ات. تاني يا اما اي وي يو ذي مع بعض، ودول دايما هيتعاملوا معامله واحده، يا اما هي شي ات. لو انت هتستخدم الاي او الوي او اليو او الذي فحط بلاي، حط ايت، حط سليب، حط جو، حط تيك، حط كم، حط الفعل زي ما انت بتحفظه، فعل من غير اي اضافه. بص، بيني وبينك هو التصريف الاول وهنسميه فعل من غير اي اضافه، هو الكلام ده مش حقيقي قوي لانه هيختلف مع ثلاث افعال تانيين، بس مش مشكله، خليها عليا المره دي. يبقى الفعل اللي هتستخدمه مع اي وي يو ذي عشان تعبر عن حاجه بتحصل عموما هو زي ما هو كده، بلاي، ايت، سليب، جو، تيك وهكذا. لو هتستخدم بقى هي او شي او ات فانت هنا عاوز تحط اس للفعل، يعني بدل ما تبقى هي بلاي مفيش في الانجليزي كله هي بلاي، هي بلايز، شي ايتس، هي تيكس. تمام؟ يبقى انت عندك يا بلاي يا بلايز، يا كم يا كمز، يا تيك يا تيكس. طيب لازم تبقى فاهم برضو ان اي حاجه في الجرامر، اي زمن في الجرامر لازم يمشي بخمس خطوات. اول خطوه هي انك تكون جمله في الزمن ده، تاني خطوه هي انك تنفي الجمله في نفس الزمن ده، ثالث خطوة انك تسأل سؤال اجابته اه او لا اللي هو yes or no question، رابع خطوة هي انك تسأل سؤال بأداة استفهام اللي هو what where when والكلام ده كله، خامس خطوة انك تعمل حاجة اسمها مبني للمجهول passive، وده هيخلينا ان شاء الله نتكلم عنه بشكل لوحده وبعدين كده شوية. طيب بص يا سيدي، لو عاوز تعبر عن حاجة بتحصل عموما كل اللي انت عايزه انت تختار ضمير، انا هو هي هم. طيب انا هختار انا اللي هو I، حلو قوي. طيب بعد كده ناقصك ايه؟ تختار الفعل، فعل، فعل يعني يلعب، يشرب، ياكل، ينام. طب انا عايز اقول انا بشرب لبن عموما، انا يعني اي، اشرب يعني درينك. طيب يا مستر درينك ولا درينكس؟ حط اس ولا لا؟ لا، احنا قلنا ان اي مش عايز اس، يبقى اي درينك. طب لبن يعني ايه؟ يعني ميلك. اي درينك ميلك يعني انا بشرب اللبن عموما. بقول لك ايه، فكك بقى من الكلمات الداله والجو ده عشان مش بنحبه. اي درينك شكل درينك كده في الجمله لوحده معناه عموما، مش لازم تقول بقى اي درينك ميلك ان جنرال، مفيش فاكس يا عم، فكك، عايزين كده الكلام اللي بيخلص بقى. اي درينك ميلك يعني انا بشرب ايه؟ لبن عموما. طب انا عايز اقول انا باكل بيتزا عموما، انا يعني اي، ياكل يعني ايت، بيتزا يعني بيتزا، اي ايت بيتزا دي معناها ان انا باكل البيتزا عموما. يعني لو هتجيبوا اكل، لو هتجيبوا اكل مش عارفين تجيبوا لي ايه، فاي ايت بيتزا يا جماعه، ممكن ناكل بيتزا يعني ده من الاكل اللي انا بحب اكله عموما. طيب لو انا عايز اقول مثلا هي بتلعب تنس عموما، هي يعني شي، يلعب يعني بلاي، مفيش حاجه اسمها شي بلاي، لازم طالما هي وعموما يبقى شي بلايز. ايه يا مستر، هي مش الاس دي اس الجمع؟ اس الجمع لما تبقى مع اسم يعني كار
تبقى كارز، عربية عربيات، أبن تبقى بنز، ألم يبقى ألام. ولكن لما تحطها للفعل زي يلعب أو يأكل أو يشرب فدي اسمها اس المفرد. هو اللي انجليش كده، بس خليها معلش الاس دي بتيجي في زمن عموما بس، يعني شي بلايز تنس، يعني لو هي عايزين تعرفوا هي بتلعب ايه فشي بلايز تنس، هي بتلعب تنس عموما. عايز اقول مثلا هم بيناموا بدري عموما، هم يعني داي صح، ينام يعني سليب. طب سليب ولا سليبس بقى؟ لا سليب بس، علشان قلنا داي مش عايزه اس صح، اي وي يو داي مش عايزه اس، يبقى داي سليب بدري يعني ايه ايرلي. طب عموما ما تحطش عموما، ما كلمه سليب في شكلها كده معناها عموما، they sleep early يعني هما بيناموا بدري عموما. طيب عايز اقول احنا بنغني عموما بس، احنا يعني we بنغني يعني sing بس، خلصت بجد. والله we sing يعني احنا بنغني عموما. عايز اقول احنا بنغني كل يوم، we sing every day، وخلي بالك every لوحدها وday لوحدها، ولو مش عارف الفرق بين every day اللي بمسافة و every day اللي بغير مسافة فانت لازم تتفرج على تركية انجليش او انجليش تريكس عشان تعرف تفرق بين الحاجات دي. we sing every day يعني احنا بنغني كل يوم عموما. يبقى الموضوع بسيط جدا، هتحتاج ضمير I, we, you, they مع بعض، he, she, it مع بعض، بقى تختار الفعل اللي انت عايزه عموما، يلعب ياكل ينام يشرب الكلام ده كله. لو هتختار الاي وي يو داي مش هتحط اس، لو هتختار هي وشي وات هتحط اس، وبعد كده تحط المفعول لو موجود. عايز تقول مثلا هي بترسم عموما، هي يعني شي، ترسم يعني درو، عايزه اس عايزه اس يبقى شي دروز، خلصت هي دي جمله، هو ده المضارع البسيط. طيب ان شاء الله لو لقيت تفاعل كويس على السلسله دي هبدا اكمل لكم بقيه الفيديوهات وبقيه الاستخدامات وبقيه الازمنه، وازاي اكون جمله وازاي انفي الجمله وازاي اعمل سؤال باعداد استفهام وازاي اعمل باسيف والكلام ده كله. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل شير للفيديو ومنشر لاصحابك، ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، واستنى الفيديوهات الجايه. طبعا تقدر تسال عن الكتاب ده في الكومنتس ونديك تفاصيل عنه وسعره وازاي يجي لك كمان لحد عندك. سلام عليكم.